اهلا بيكم مره تانية. الحقيقه الكلام عن السمنه لا ينتهي وشكله كده لن ينتهي طالما في وسطنا ناس كتير بتعاني من السمنه وبالذات السمنه المفرطه. الوزن الزايد بيبقى له انعكاسات سيئه جدا على الحاله الصحيه وعلى الحاله النفسيه والمزاجيه. في ناس كمان بتبقى عندها مشكله كبيره قوي وهم داخلين عشان عايزين يناموا، وقت النوم بيحسوا بضيق في التنفس وبتعب عام وعدم قدره على النوم بشكل طبيعي. عشان كده يعني دايما بتلاقونا بنتكلم على مساله السمنه، لان حقيقي هي ليها انعكاسات وحشه جدا على عده اصعده. هنتكلم على العلاقه اصلا ما بين السمنه وبين اضطرابات النوم مع دكتوره ايمان المراكبي اللي منوراني في حلقتنا النهارده. يا صباح العسل. يا صباح الفل. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين، وجو جميل النهارده كده وكله طاقه حلوه ان شاء الله. جميل وجودك، ربنا يخليك يا رب. كنت قلت لي مره قبل كده ان السمنه بتعمل اضطرابات نوم واضطرابات النوم بتعمل سمنه. بالظبط، كنا مره بندردش في الموضوع ده. ودي حقيقه. يعني اول حاجه، لو تخيلت حضرتك ان انت كل يوم بتسهر وما بتنامش كويس، يبقى بالليل هتعمل ايه؟ تخيل نفسك كده هتعمل ايه؟ التلاجه طبعا، يا اما الدليفري اللي فاتح لتلاتة الصبح و4 الصبح طبعا. الواحد بيحس ان هو زهقان عايز ياكل. صحيح. إيه طول ما انت صاحي البق شغال طبعا. طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ لازم ننام بالليل بدري او نقفل البق. او نقفل البق. طب هنقفله ازاي؟ نميس انا برضو يا دكتور. بالظبط كده، يعني ما شاء الله عليك بصراحه. يا رب يخليك. فدي جبتها ازاي بقى؟ ان احنا بنقفل بقنا. طب هقفل بقي ازاي؟ يبقى انا لازم انام في مواعيدي اللي ربنا خالقها طبعا. الانسان الطبيعي ينام 8 ساعات طبعا. طيب في ناس بقى فهلوه بقى، يقول لك انا بنام 6 ساعات وده مكفيني قوي. مفيش حاجه اسمها كده. هتنام 6 ساعات هتتخن. ليه؟ لان هتصحى بدري هتاكل وجبه زياده. يعني انت المفروض مثلا بتصحى سي مثلا 7 مثلا، فهتاكل الساعه 7 ونص 8. لو انت بقى بتصحى بدري 5 مثلا، طب انت هتاكل كده زادت في بقى ايه وحدايه كمان زياده طبعا. يبقى طبعا. انا اذا كل ما انا بقلل عدد ساعات نومي يبقى انا هزيد في الوزن لازم. اوكي. طيب ايه المشكله بقى؟ اضطرابات النوم. لو انا عندي اضطراب في النوم لازم اتوجه لدكتور مخ واعصاب او طب نفسي واحل المشكله دي، لان هتعمل لي سمنه. ده غير بقى الحاجات التانيه، الاصابه بقى بامراض القلب وجلطات القلب وجلطات المخ والكلام ده كله. فيه ارتباطات جامده جدا بين الارق وقله النوم وبين جلطات المخ وجلطات القلب. دي معروفه. عمرك تخيلت ان في علاقه بين الاثنين؟ لا، في علاقه طبعا غير طبيعيه، لان ربنا خالق وجعلنا النوم الليله لباسا وجعلنا النهار معاشا. يبقى معنى كده ايه؟ بالليل الناس لازم تنام. الناس لازم تنام. فانا عندي 8 ساعات، يعني من 7 الى 9 ساعات دول نوم ربنا عاملهم. الناس جهازي الهضمي يهدى، جهازي القلب قصدي يهدى، المخ يهدى، كله بينام، كله في مننا ناس طبيعي اشغالها شيفتات. جميل. في ناس يقول لك شيفت ليلي وشيفت صباحي. بالظبط، دول بيعانوا. في ناس الشيفتات في تدوير في الشيفتات، لاسبوع بيناموا الصبح واسبوع تاني بيناموا بالليل. صحيح. الناس دي بتعمل ايه بقى؟ الناس دي بتظبط نومها بالعكس بقى، يعني هو صاحي بالليل وبيعوض النوم الصبح، بس لازم يعوض. مفيش حاجه اسمها ان انا شفتي بالليل اجي بقى اقعد بقى مع الاسره الصبح بقى ونهيص ونلعب ونطبق. مفيش حاجه اسمها نطبق. دي امراض على طول في القلب وفي المخ والضغط والسكر والكلام ده كله نتيجه الارق. طب نساعد الناس دي ازاي؟ ان احنا نتوجه لدكتور مخ واعصاب او طب نفسي ونعالج مشكله الارق. هل هي ارق مشكله في النوم ولا توتر ولا اكتئاب ولا امراض بقى نفسيه كتيره جدا؟ نشوف ايه هي ونعالجها. طيب احنا قلنا في الاول انه معظم الحاجات دي مبنيه على فكره السمنه. بالظبط. تعالي بقى نتكلم شويه عن السمنه وكيفيه مكافحتها ومقاومتها والتخلص من الوزن الزايد. بالظبط. عشان نضمن ان احنا هنوفر على نفسنا. صحيح. كل اللي احنا بنتكلم في تفاصيله ده. صحيح. يبقى احنا هنيجي بقى السمنه العكس بقى. السمنه تعمل لي اضطرابات نوم ازاي؟ زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه ان اللي عنده سمنه وزياده في الوزن اكيد وهو نايم في عنده مشكله في النفس. طبعا. بيبقى طبعا بالظبط كده، يقول لك ايه حاجه كاتمه على نفسه. صحيح. تمام. بيبقى عندهم مشاكل في النفس جامده، بيبقى عندهم مشاكل في ضربات القلب. بيبقى عندهم يعني اختناقات اثناء النوم اكتر. طبعا. لان كل ما حصل سمنه كل ما اللهاه اللي هي جوه الزور دي اللي لما بنفتح بقنا نقول تتحرك دي بتبقى ضعيفه. فممكن تسد مجرى التنفس. يا ساتر. في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ يحصل له اختناقات متكرره ولا قدر الله ممكن يحصل وفاه. تنصحيهم بايه بقى في هذا الاطار؟ انصحهم بايه؟ نبتدي نحاول مع نفسنا ان احنا نخس. طب هنخس ازاي؟ هنسهل لك. يعني زي ما انت بتفتح التلفزيون كده يقول لك ايه؟ اتصل بكذا تحصل على كذا. احنا كمان هنقول لك كده. اوكي. عندنا ارقام موجوده على الشاشه،
شركه محترمه اسمها بايو ناتشرالز. الشركه دي كل منتجاتها طبيعيه، مفيش منها اي حاجه فيها كيميكلز خالص. عامله منتج اسمه بيستا، عباره عن الياف طبيعيه، ثلاث الياف رئيسيه، سيليوم، رده القمح، والشوفان. اوكي، ظاهرين على الشاشه امام المشاهدين، كلها الياف، كلها الياف طبيعيه. الالياف دي من خصائصها انها بتنفش مع الميه، فاحنا طبعا بندوب الكيس على كوبايه ميه. العلبه بيبقى جواها مجموعه اكياس. بيبقى جواها مجموعه اكياس. أوكي. وبندوب الكيس على كوبايه الميه ونشربها قبل الوجبات بنص ساعه، قبل الثلاث وجبات بنص ساعه. طيب شربناها بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ايه بقى؟ بتنفش في المعده، تملى المعده تماما بالظبط كده، خلاص عارف انت ايه، تتليس كده بلغه الايه بتوع المحاره دول، عارف يقول لك يليس المعده. أيوة. هي كده خلاص. أوكي. ما انتش عايز تاكل غير حاجه بسيطه جدا 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 تدي لك احساسك بالشبع، ده اللي هو بقدر المساحه المتبقيه من ساعه المعده بس كده. ما خلاص احنا ايه مبلطين المعده. أيوة. خلاص صحيح. صحيح. تمام. فاذا ايه اللي بيحصل؟ بناكل حاجه بسيطه قوي، هي دي اللي بتخليني اشعر بالشبع، وفي نفس الوقت ما احرمش نفسي حرمان تام. يعني نفسي راحت لحته بسبوسه، نفسي راحت لحاجه، يعني ما بقاش اللي هو الرجيم القاسي اللي الناس عاده بتخلع منه. يعني هناكل كل الاصناف اللي احنا بنحبها، بس الفرق ان احنا هناكلها بكميات قليله، فبالتالي الكالوريز اللي احنا بناخدها قليله. وحلو ان انتوا كمان مش سايبينها لاراده الشخص، يعني لا احنا بنغصب الشخص. الاراده فشلت بقى. الاراده انتحرت. شغل صحيح. الاراده ماتت منتحره. طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ انت عندك المغريات. طبعا. عندك الشباب دلوقتي. طبعا. بينزلوا المولات وبينزلوا هنا. طبعا. وهنا ماشي ايس كريم وشي، يعني مش هتقدر تمنع ده. ساعات الواحد الناس دي من الاكل كتير، ممكن يبقى الواحد مثلا واكل وشبعان بس ماشي بس جنب تفاصل. مطعم معين فشم الريحه فيقف. أيوه. وينزل يضرب له اربع خمس سندوتشات. صحيح. وزي ما حضرتك قلت الشاورما يقول لك ايه. انا عايز 6 7 8. ايه 6 7 8؟ ما كل واحده من دول فيها لحمه البروتين. صحيح هي لحمه بس. عليها دهون. طبعا. ماشي، ما هياش اللحمه الستيك المشويه. وكمان العيش، حضرتك كل ساندوتش عيش شوف انت داخل لك كالوريز قد ايه منه. صحيح. كربوهيدرات ونشويات. طيب بيستا بقى بيتاخد كم مره في اليوم، والفئات العمريه اللي ممكن يعني؟ بص اقول لحضرتك، انا والله احنا دايما بنقول من سن 13 سنه في الفيتامينز وفي بيستا وكده. ولكن انا من تجربتي مع المرضى في حالات اطفال، يعني لسه كان عندي حاله عندها 75 كيلو وزنها. والسن قد ايه؟ السن بتاعها 11 سنه يا حبيبتي. ماشي. فطبعا وهي مش طويله كمان، يعني هي طولها مش طويله. دي مش عايشه طفولتها طبعا. مش عايشه طفولتها خالص. أكيد. مش عايزه اقول لحضرتك اول ما اتكلمت مع مامتها في ان احنا نخس، البنت قامت وقفت وقالت لي يعني يا دكتور انا هبقى رفيعه، انا هبقى حلوه. قلت لها انت هتبقي قمر وهتبقي احلى واحده في الفصل. شجعتها. دي لما هتاخد بقى البيستا هتلاقي نفسها، هي مشكله البنت في الايه؟ في الاكل كتير. كل ما تخرج مع اصحابها او مثلا يخرجوها في المدرسه في البريك. طبعا. بتاكل اكل رهيب. احنا عموما كشعب معظم خروجاتنا اكلات. ما هو كده، احنا عندنا. طبعا. فعلا خروجات. طبعا. اكلات ده فعلا كده. فاذا البنت لما هتاخد البيستا، رغم انها اقل من 13 سنه، هي عمرها 11 سنه، لكن نصحتها تاخد البيستا عادي، لان الوزن كام؟ 75 كيلو. ودي فيها اشاره برضه كافيه، لان المنتج امن فعلا لكل طبعاً الاعمار. طبعا طبعا. وانا مجرباه كمان في الاطفال عادي. عادي. أوكي. جدا يعني. طب ده بالنسبه للاطفال. طب كبار السن وضعهم ايه؟ طبعا اصحاب الامراض المزمنه ما فيش اي مشكله نهائي. عندي مرضى كتير جدا على ضغط، على سكر، عندهم يعني ضغط. أيوة. عندهم سكر، عندهم مشاكل في القلب، عندهم غده درقيه، كل الكلام ده برضو بياخدوا البيستا ما فيش اي مشكله خالص. طب ايه تاني على الالياف غير انها بتحسن كمان الهضم والامتصاص والكلام ده كله؟ بتحسن حركه القولون ووظيفه القولون، واحنا كلنا في مصر قولوننا وحش جدا. فالناس عندها قولون عصبي نتيجه بقى. طبعا. الطعميه والفول. طبعا. والفول من الطعميه والطعميه من الفول. صحيح. واخد بال حضرتك؟ صحيح. طبعا. فتلاقي نفسك في. طبعا. الاخر الزيوت مبهدله لك القولون. هو بقى بيساعد هو القولون العصبي بتبقى دي مرجعيته؟ انا كنت متخيل ان هي ليها علاقه بس بالحاله المزاجيه لما الواحد ليها علاقه بالحاله المزاجيه، ولا هي اعراضها بتزيد لما تكون الحاله المزاجيه؟ هي لما انا بقى يعني هو. أوكي. اعراضه موجوده بالحاله المزاجيه. بس اديله بقى ايه طعميايه كده واتفرج عليه. طبعا. يقعد بقى يتلوى بقى طول اليوم. وفي ناس انا شفت مره واحده عندها حاله قولون عصبي والله وقعت في الارض لدرجه اشتبهت انها صرع من كتر ما بتتلوى. يا ساتر. قلت لها انت كنت حاسه واعيه ومدركه؟ عايزه اتاكد ان دي مش صرع. من شده الالم عماله تصرخ وقعت في الارض يعني. واعرفها كويس، حد اعرفه كويس يعني، مش هقول لك مريضه نفسيا. أيوة. ولا حاجه. فاذا نوبه القولون العصبي برضو جامده قوي. برضو البيستا حلو جدا في حالات القولون العصبي.
الحقيقه بيهدي المعده عموما. طبعا بيهدي المعده والامعاء وبعدين والقولون وهو الياف، الالياف هي علاج القولون على فكره عموما. يعني ده ممكن بالمنطق يعني يكون كمان لطيف للناس اللي بتعاني من الامساك مثلا. طبعا برافو عليك. طالما احنا بنتكلم على المعده وتسليم طبعًا المعده. طبعا إنجاز. طبعا انا بدي المريض عنده رعاش، مش مريض واحد، بياخد منه بصراحه، بيقول لي هو ده اللي بيظبط عندي الطبيعه، مفيش حاجه والله العظيم، وبيخلص يطلب تاني، يتصل يطلب تاني. أوكي. يعني فاذا بسم الله ما شاء الله، هو فعلا حلو جدا في المرضى بتوع الامساك. فاحنا كده فتحنا للناس مش بس تخسيس، ده قولون عصبي والناس اللي عندها امساك والكلام، وكمان الناس على فكره اللي عندهم في عيلتهم قصص سرطان القولون، سرطان القولون كمان. هو حلو جدا لانه الالياف بتحمي من سرطان القولون. طيب ايه تاني بقى؟ البست عليها الكروميوم وده بيزود الحرق. فاذا انا عملت المعادله الصعبه، اديت الياف وعليها كروميوم، يبقى احنا كده البيستا ده ممتاز، وشرحنا طريقه ان احنا ناخده ازاي. طيب تعالي بقى نشوف الحاله اللي معانا اللي هنعرضها دلوقتي. تمام. الوضع معاها كان عامل ازاي؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي؟ انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح، فكان لذيذ يعني، ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. طيب دي كانت حالة آية. تعالي بقى نروح يا دكتور إيمان بعد إذنك لأسئلة الناس اللي بعتوا لنا، من ضمنهم سلمى مصطفى بتقول أنا كنت بعاني من وزن زيادة ومشيت على نظام صحي وخسيت، بس كل ما بخرج عن النظام ده حتى ولو حاجة بسيطة بيرجع وزني يزيد مرة تانية، ومش عارفة إزاي أقدر أثبته. تمام. الحرق عندها وحش، لازم أول حاجة تحلل فيتامين دال والغدة الدرقية، عشان لو لقينا نقص فيتامين دال أو كسل في الغدة الدرقية نلحق نتصرف ونعوضهم. وبالتالي بيكون من خلال عين الدم، مش من خلال عين الدم. أوكي. وطبعا على فكرة لما الناس بتتصل بالأرقام اللي موجودة على الشاشة بيبقى عندنا البيستا مع حاجة تانية، منتج تاني مالتي فيتامين هنتكلم عنه دلوقتي، بيتعمل متابعة مجانية، ريجيم متابعة مجانية، وبينصحوها كمان لو في أي مشكلة صحية تتوجه فين، يعني تروح لدكتور. أوكي. غدد، تروح لدكتور بطنة، الكلام ده كله. طب ما احنا فيها برضو شيء بالشيء يذكر، طالما حضرتك تتكلمي انه في حاجه تانية غير البيستا. بالظبط. الحاجه الثانيه اللي هي الالب مالتي فيت. الالب مالتي فيت ده مجموعه فيتامينز مهمه جدا، باعلى نسبه موجوده في منتج مصري في السوق المصري، مكون من مجموعه فيتامينز اللي هي اشهرها فيتامين ب، فيتامين ب 1، ب 2، ب 3، يعني العيله كانت 5 6 7 9 12. اوكي. تمام. واحنا اتفقنا ان هو الراجل اللي سماهم حب ايه ينط حاجات في النص كده، فهو براحته بقى بصراحه يعني. قطعتي عليا فرصه ان انا اسالك طب ليه ما فيش ب 11؟ ايوه بالظبط كده، هو الراجل بقى ما بيحبش رقم 11 بيتشائم منه تقريبا. بس فيتامين بي دايما مهم ودايما بيتذكر اسمه. طبعا طبعا هقول لحضرتك فوائده. اول حاجه على المخ، هو طبعا بيحسن وظائف المخ وخلايا المخ كويس جدا، بيحسن التوصيل في المخ، بيحسن الطاقه، انتاج الطاقه في الجسم، بيحسن وظائف كرات الدم الحمراء وتكوين كرات الدم الحمراء، بيستخدم في حاجات كتيره جدا، مهم طبعا في الشعر والضوافر والكلام ده كله. أكيد. ايه تاني غير الفيتامين بي؟ احنا اتكلمنا في الفيتامين بي كومبلكس، في حاجات تانيه اللي هي الزنك، النحاس، كالسيوم، كل حاجه بقى انت عايز تتكلم فيها هتلاقيها يعني موجوده في المنتج. كل العناصر اللي المهمه اللي جسمي محتاجها كلها، سواء فيتامينز، معادن، كل الكلام ده. جميل. طيب ايه تاني بحتاج اخد الاثنين دول مع بعض علشان ما يحصليش تساقط شعر، ما يحصليش اجهاد، ارهاق، لان زي ما قلنا انتاج طاقه، كل دوت بيعمله الالب مالتي فيت. فاذا البيستا مع الالب مالتي فيت بنسميه كورس، وبناخده من الارقام اللي موجوده على الشاشه، بيتعمل متابعة مجانية أسبوعية لكل الحالات، مجانية تماما من قبل أخصائيين واستشاريين تغذية، وكمان بياخدوا هدية علبة فيتامين دي هدية. جميل. طيب السؤال اللي بعد كده من أستاذ إسلام محمود بيقول أنا عندي 27 سنة
مدمن لل يعني مش عشان بقاش بس اعلان نوع معين من المياه الغازيه. اوكي. حتى لونها اسود بالاماره. بالظبط. اوكي. تمام. وبيقول للاسف ده عامل لي بطن كبيره جدا طبعا. رغم ان انا وزني مظبوط، فهل الكورس ده اقدر انزل من خلاله الوزن الزايد في منطقه البطن؟ طبعا اساسي ده، وطبعا نمنع خالص المشروبات الغازيه عشان نخس بسرعه. المفروض ان انا هبتدي البيستا بسرعه، لان البيستا زي ما بيحرق كل الدهون موجوده في الجسم بيتمركز كمان وبيشتغل على الحتت الموضعيه اكتر. طبعا. يعني ايه؟ يعني لما انا دلوقتي باخد الالياف دي، جسمي طبيعته ان هو بيتجه للحتت اللي فيها مخازن دهون زي الارداف والبطن. بالظبط كده. اكتر حتت في مصر اللي هي فيها الارداف والبطن يعني. فبيتوجه الحرق في الجسم اوتوماتيك الى المناطق اللي فيها مشكله موضعيه، سمنه موضعيه، فبالتالي هتنزل فورا. ولازم نبطل المشروبات الغازيه، لان الحقيقه بتعمل فعلا تكوين زياده للدهون، لانها فيها كميه كبيره جدا من السكر، يعني كانك بتشرب كوبايه سكر. دايما اسمع انا موضوع المياه الغازيه ان هي يعني بتزود الوزن جدا جدا. انا عن نفسي دليل على عدم صحه هذه المقوله، لان انا بشرب كميات وافره منها عمري ما وزني زاد نتيجتها. هقول لك حصلت كعبلات بقى في المعده نتيجتها. أيوة. هذا موضوع تاني. ما هتلاقي عامله لك مشاكل تانيه. اكيد اكيد طبعا. طبعا. لكن يعني بس بقول لك على حته زياده الوزن لما فيها من سعرات عاليه. صحيح، هي فيها سعرات عاليه جدا، وكمان مش مشروبات الطاقه. مش مسبعه عندي ليه السعرات ومشروبات الطاقه خلي بالك كمان. أوه. في مشروبات الطاقه دي برضو فيها سكريات عاليه لدرجه ان الحوامل ممنوعين منها. ده مكتوب عليها ورنينج للحوامل. دايما في تحذيرات عموما مش بس للحوامل، لان طبعًا. إن هي مضره اكتر ما هي مفيده. طبعا. بس لما يقولوا للحامل ما تاخديهاش يبقى تقلق انت بقى. طبعا. طب معلش الحامل احسن مني في ايه يعني؟ يبقى انا اكيد في خطوره. طبعًا. يبقى انا ما اخدهاش لانها فيها كالوريز عاليه تاذي الحامل وتاذي البيبي، تعمل لي مشاكل جامدة. طيب تاني حاجة بقى موجودة برضو اللي هو القهوة إيه الخضرة. أوكي. الجرين كوفي. الجرين كوفي دي بتزود الحرق، ودي برضو ممكن السادة المشاهدين يتصلوا على نفس الرقم وعلى صفحة بايو بيستا يطلبوا برضو القهوة الخضرة. طيب رجوعا بقى للتفصيلة كنا بنتكلم فيها المتعلقة بالمياه الغازية، هل الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه ينطبق كمان حتى على المشروبات اللي هي المياه الفوارة؟ المياه الفوارة حاجة تانية. المياه الفوارة حاجة تانية، لأن هي ما فيهاش كالوريز عالية. أوكي. اللي فيها التانية الشوجر. احنا مشكلتنا مع الشوجر. أوكي. مش الكربونيتد ووتر. لا. أوكي. الكربونيتد ووتر لا، ما فيش فيها مشكلة. طيب أخيرا بقى في سؤال من مريهان حسين، بتقول أنا سني 31 سنة، ولما كنت حامل جالي مية تحت الجلد، وحتى بعد ما خلفت ما نزلتش في وزني، فايه الحل؟ عندها احتباس ميه في الجسم. تمام. بص حضرتك، احتباس الميه في الجسم بينتج عن كذا حاجة. أول حاجة الخلل الهرموني في السيدات، تبص تلاقيها منفخة. يعني طبعا. في الحمل دايما يقول لك ايه، حتى احنا بالبلدي يقول لك ده هتجيب ولد عشان مناخيرها مش عارف. أيوة. بعجرت وحاجات غريبة كده. ايوه, أيوة بالظبط. فالانتفاخ اللي حاصل ده بيبقى احتباس مية اثناء الحمل. دي ممكن تمشي حاجة عادية، ولكن بعد الحمل المفروض كل ده بيفش. أوكي. طيب لو ما نزلش الميه دي يبقى حضرتك بتاخدي حاجه من اتنين، يا اما الهرمونات لسه فيها خلل لازم تتوجه لدكتور نساء، او ان احنا يبقى عندنا مشكله تانية اللي هي ان هي طبعا بتشرب او بتاكل اكل فيه ملح كتير، سواء شوربه فيها ملح كتير، تقلل الملح تماما في اكلها. جميل. يعني حتى في جهاز اسمه الامبادي ده بيقيس لي الميه. فالميه في حاجه اسمها اكسترا سيلر وانترا سيلر، اللي هو جوه الخليه وخارج الخليه. أيوة. قصه كده بيبان قوي اذا كان عندها احتباس ولا لا. انصحها تعمل الامبادي وبرده تاخد البيستا لانه هينزل لها الميه دي فورا. جميل. بنستفيد وبنسعد بوجود حضرتك معانا دايما دكتوره ايمان، ونشوفك على خير يا رب دايما يا رب بإذن ان شاء الله دايما. واكيد بشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ونشوفكم على خير بكره باذن الرحمن. يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح بالاهلي. صباح الفل.